من العزيز محمد توفيق نطمن من خلاله على استعدادات الأهلي الأخيرة ل أو مش الأخيرة، يعني لسه في عدد من التدريبات لحد مباراة يوم الثلاث بإذن الله. النهاردة تدريب وبكرة تدريب وماتش يوم الثلاث ويخلص الدوري ده. توفيق هيخلص إمتى بقى؟ مساء الخير عليك الأول. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق. يعني كلمنا على الفرقه، كلمنا على الامور بالنسبه للفريق في اللحظات دي ماشيه ازاي، التمرين ابتدى ولا لا، ابرز ملامح المران في حاله لو كان ابتدى، اهم الكواليس قبل انطلاق المران كمان من خلال متابعتك. يعني في اللحظات اللي انا بتكلم فيها معاك يا امير حالا دلوقتي، الجهاز الفني واللاعبين في غرف الملابس في محاضره نظريه للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، يعني دقائق قليله جدا او لحظات وهيكونوا في الملعب عشان يؤدي يعني المران قبل الاخير في الموسم. يعني موسم طويل جدا ومرهق يا امير، ان شاء الله يعني انتهى زي ما بنقول بحلو وبمره، ان شاء الله القادم يكون افضل وان شاء الله القادم يكون احسن للنادي الاهلي ويرجع النادي الاهلي لعهده تاني او لسابق عهده في البطولات والانجازات. موسم طويل جدا زي ما قلت لك، الحمد لله يعني فاضل التدريب بتاعت النهارده، تدريب بكره، مباراة سيراميك كليوباترا في الأسبوع 34 والختام لمسابقة الدوري العام. أعتقد فيه استفادة كبيرة جدا في هذا الموسم حتى في المباريات القليلة الأخيرة، يمكن عدد كبير جدا من لاعبي الفريق الأول اللي كانوا غايبين عن المشاركة أو العادين من الإصابة تم الاطمئنان عليهم بشكل كبير جدا، خدوا كتير من المباريات، عدد كبير جدا من الشباب برضو تم رؤيتهم، تم تقييمهم سواء من لجنة التخطيط أو كمان الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي. زي ما قلت لك تبقى بس مران النهاردة ومران بكرة كمان وخلاص، بعد غد الثلاثاء يتم إصدار الستار عن هذا الموسم. إن شاء الله يكون موسم للنسيان وان شاء الله بدايه من الموسم القادم ولسنين طويله جدا يا هشام يا امير، يعني نرجع لسابع عهدنا تاني ويرجع النادي الاهلي لسابع عهده وبطولاته باذن الله رب العالمين. ده ما ينفعش يبقى موسم للنسيان يا توفيق، ده موسم ناخد منه دروس كتير جدا ان شاء الله نتعلم منها عشان نتفادى اللي حصل في الموسم ده، عشان نتفادى اخطائنا، عشان نطور من نفسنا، ودي سمه اساسيه دايما داخل النادي الاهلي هو التطوير، ان انت تطور من اداء فرقتك، تتطور على مستوى المستويات داخل القلعه الحمراء، وده الهدف الاساسي عند الناس المسؤوله في النادي الاهلي بشكل طبيعي. طيب طمنا يا توفيق على المصابين، هل في لاعبين بارزين ابتدوا بقى يجهزوا للمرحله اللي جايه؟ والنقطه الاهم اللي عايز اسال فيها بصراحه، يعني مستغرب منها شويه، حته اكرم توفيق، واحنا كلنا اتكلمنا اكتر من مره ان اكرم هياخد اخر كام مباراه، ممكن ياخد بعض الدقائق، هل ممكن نشوف اكرم في الماتش الاخير حتى ولا الوضع ايه؟ بخلاف كمان انك تكلمني على ابرز المصابين اللي ممكن يرجعوا للمرحله المقبله. دي احد النقاط الايجابيه جدا يا امير، يمكن خلال الفتره اللي فاتت والراحه اللي تم منحها للاعبي الاساسيه، وكمان عدد كبير جدا من اللاعب يعني لاعيبه النادي الاهلي المصابين، عدد كبير جدا منهم خلاص الحمد لله تم شفائه يعني بالكامل، وان شاء الله هيكونوا موجودين مع بقيه الفريق ان شاء الله بدايه من فتره الاعداد. علي معلول الحمد لله يعني الالام اللي كان حاسس فيها بالعضله الخلفيه الحمد لله انتهت تماما، وكمان الام الركبه، كمان عمرو السوليه يمكن انتهى يعني من جزء كبير جدا من برنامجه العلاجي والاستشفائي، حسين الشحات شغال بمعادلات اكثر من رائعه اسبوعين، وكمان قفشه يخش في التدريبات التاهيليه، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، كمان اكرم توفيق زي ما قلت لك واكدت لك، وده كان كلام دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، ان هو من الناحيه الطبيه هو لائق تماما، يتبقى بس فورمه المباراه زي ما قلت لك، وان الجهاز الفني يكون شايف الوقت المناسب لاشراكه. اعتقد ده اخر مباراه في الموسم، نتمنى ان شاء الله ان نشوف اكرم موجود ولو حتى لبعض الوقت، نطمن عليه وكل جماهير النادي الاهلي باذن الله تطمن عليه، خاصه ان احنا بنستعد الموسم القادم بقى افريقيا وكمان محليا، اعتقد هيبقى موسم طويل جدا، لكن اعتقد ان الحمد لله ان اللعيبه الاساسيه خدت فتره كبيره جدا وقسط يعني كافي من الراحه قبل بدايه الموسم، ان شاء الله ده ينعكس على نتائج الفريق وادائه ان شاء الله مع بدايه فتره الاعداد يا امير. اكرم من اللعيبه المهمه جدا، واعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله يكون في قائمه مباراه سيراميكا وياخد بعض الوقت حسب رؤيه الجهاز الفني. بالطبع عايز يعني زي ما قلت لك دي اهم النقاط الايجابيه، ان جميع مصابين الحمد لله قربوا للمرحله النهائيه في الاستشفاء والتاهيل بتاعهم، وان شاء الله يكونوا موجودين وموجود الفريق بكامل عدده باذن الله رب العالمين بدايه فتره الاعداد ان شاء الله يا امير، وتبقى بدايه الموسم قوي ان شاء الله يحقق في النادي الاهلي العلامه الكامله في كل البطولات باذن الله رب العالمين. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش قبل لحظات من انطلاق مران الاهلي قبل الاخير استعدادا لمباراه سيراميكا الاخيره في بطوله الدوري باذن الله، وطمنا بشكل كبير او قال لنا بعض الكواليس المهمه. حته بس اكرم توفيق، يعني هو كان المخطط ليه ان اكرم من بعد ماتش الاسماعيلي يخش القائمه يبتدي ياخد 10 دقائق في ساعه نص ساعه في شوط ايا كان، بس واضح ان دي رؤيه فنيه يعني وجهه نظر فنيه للمدير الفني تحترم بكل تاكيد يعني، لكن هو الاهم ان احنا نبقى مطمنين ان اكرم زي الفل، اكرم طبيا ما شاء الله 100% سليم، بدنيا ما شاء الله جاهز جدا، فالجانب الفني ده بقى بيخص الجهاز الفني. طيب خلال